نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة يقول: من قرأ سورة الملك كل ليلة هل تمنعه من عذاب القبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: نعم، سورة الملك هي سورة عظيمة، قد ورد في فضائلها أحاديث كثيرة، فهي تنجي من عذاب القبر من يلازم تلاوتها بالليل والنهار، وتشفع لصاحبها حتى تغفر له، فهي سبب لدخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. رواه أهل السنن الأربع من حديث شعبة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق والسداد.